لا لا من عند الكلينكس من بداية الكلينكس. لا في موضوع أنا فاهمه. أيوة بس خربت الكلينكس. السلام عليكم. السلام عليكم. بقول لكم من فضل السلام عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. يعني لا رحت سلم على الناس ابتسم بوجيههم، يعني أنت مثلا رحت بوفية عند الناضج ابتسم بوجه السلام عليكم، لما تبتسم هو يبتسم صح؟ فيجيب لك طلب كويس يعطيكم العافية. والله رسالة جميلة، شكرا. جزاك الله. شكرا لك، يعطيك العافية.